نعم، يعني القوات الإسرائيلية انسحبت بعد 8 أيام من عمر العملية العسكرية البرية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرق مدينة خان يونس. هذه العملية حتى اللحظة وبحسب الإحصاءات الرسمية أسفرت عن أكثر من 300 شهيد و700 مصاب، لكن ما تكشف عنه صباح هذا اليوم هو شيء مهول، شيء كبير من عمليات التدمير لمنازل المواطنين، للبنية التحتية، للمرافق، للمنشآت. حجم الدمار الموجود في بلدة بني سهيلة كبير جدا، وأيضا حجم الخسائر. يعني كنا نتحدث عن 300 شهيد في 8 أيام، لكن ونحن في نتجول في بلدة بني سهيلة شاهدنا يعني قيام إسعافات ومتطوعين يقومون بانتشال العديد من جثمين الشهداء. حتى اللحظة ما تم انتشاله من المناطق الشرقية من بني سهيلة ومن القرارة على وجه الخصوص نحو 40 شهيدا حتى هذه اللحظة. وبالتالي كنا نتحدث خلال الأيام الماضية عن وجود العشرات من المفقودين الذين فقدوا عند بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ومزامنتها بعمليات قصف عنيفة في الوقت الذي قامت فيه القوات الإسرائيلية باختار المواطنين بالخروج من المنطقة الشرقية. المواطنين عند خروجهم من بلدة بني سهيلة وعبسان كانت المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف هؤلاء المواطنين. لذلك حتى اللحظة 40 شهيدا تم انتشالهم، ولا يزال العشرات من الشهداء تحت أنقاض المنازل التي دمرتها القوات الإسرائيلية أو في الشوارع، أو تم دفنهم في الشوارع بسبب الكثبان والحفريات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الصورة في بني سهيلة مأساوية، مؤلمة وموجعة. حجم الدمار كبير جدا. المقبرة، مقبرة بلدة بني سهيلة، جرفت بالكامل ونبشت القبور، وجثمين العشرات من الشهداء والموتى كانت خارج هذه القبور. حفريات تصل إلى 40 و30 مترا في باطن الأرض، تفجيرات في كل مكان، ومخلفات الاحتلال الإسرائيلي للصواريخ المحمولة والقذائف المدفعية ما زالت شاهدة على الجريمة الإسرائيلية، حيث انتشرت عشرات القذائف المدفعية أو مخلفات هذه القذائف في الشوارع والطرقات في بني سهيلة. وبالتالي الصورة مأساوية إلى حد كبير في بني سهيلة، وهذه الصورة هي مكررة في بلدة القرارة التي نسفت فيها المدارس والمربعات السكنية والشوارع والطرقات. وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي هذا اليوم أو صباح هذا اليوم من مدينة خان يونس أو من المناطق الشرقية من خان يونس بعد 8 أيام من العدوان كشف عن هول الصدمة وهول الجريمة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وبالتالي الصورة لا زالت صعبة. أعداد أو الآلاف من المواطنين النازحين لا زالوا حتى هذه اللحظة يعودون إلى بلدة بني سهيلة وخزاعة وعبسان والزنة والمناطق الشرقية بما فيها القرارة من أجل تفقد منازلهم، تفقد الخيام. لكن مع الأسف جميع المواطنين صدموا من هول الجريمة ومن هول وحجم الدمار الكبير والكارثي الذي وقع في المنازل وفي خيام النازحين. وبالتالي الناس الذين عادوا اليوم مجددا لن يجدوا أي مأوى، ولكن رغم ذلك عاد الناس بالآلاف. لا يعني الناس تريد أن تبقى في منازلها حتى لو على أنقاض هذه المنازل المدمرة. عمليات القصف المدفعي والجوي في المنطقة الشرقية من خان يونس منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة توقفت، باستثناء أصوات انفجارات ناتجة من المناطق الجنوبية الشرقية، وهي قزان النجار، قزان أبرشوان، حي المنارة، منطقة الفخاري. كل هذه المناطق لا زالت خطيرة جدا بسبب قربها من مدينة رفح، والقوات الإسرائيلية حتى اللحظة ما زالت متمركزة في منطقة مصبح وفي المناطق الشمالية من مدينة رفح القريبة من هذه المناطق. وبالتالي الذهاب إلى منطقة قزان النجار وبرشوان وبطن السمين محفوفة بالمخاطر، خوفا من قيام الدبابات والمدفعية الإسرائيلية باستئناف عمليات القصف والاستهداف للمواطنين. وبالتالي حتى اللحظة الصورة صعبة. أيضا مدينة رفح تم انتشال حتى اللحظة 9 من الشهداء، ليرتفع عدد الشهداء الذين تم انتشالهم
من رفح ومن خان يونس إلى نحو 49 شهيدا، وما زالت عمليات الانتشالات والبحث في الشوارع الطرقات أسفل المنازل المدمرة ما زالت متواصلة حتى هذه اللحظة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في جنوب قطاع غزة بسبب استمرار سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في جنوب القطاع وفي عموم قطاع غزة الذي يتعرض إلى عملية إبادة جماعية منظمة من قبل قوات الاحتلال.